مبيد حشر بتكلفة بسيطة جدا بس مفعوله قوي جدا وجبار بمعنى الكلمة. يعادل المبيدات الحشرية المرتفعة الثمن وتجهيزه مش هياخد أكتر من 5 دقايق في المنزل. زي ما حضراتكم شايفين في 3 ذبابات واقفين قدامناهم لونهم أصفر أو لونهم ذهبي شوية. ال3 ذبابات دول عندهم استعداد إن هم يقضوا على محصول بالكامل أكتر من 4 أو 5 أفدنة من أي نوع من أنواع الخضروات سواء كانت طماطم أو خيار أو كوسة أي نوع خضروات وكمان أي نوع من أنواع الفاكهة سواء كان ثمار التين أو ثمار الجوافة أو الخوخ أو المشمش. كل أنواع الفاكهة بتصاب بهذه الذبابة. الذبابة دي يطلق عليها اسم ذبابة الفاكهة والذبابة دي بتقضي على أي محصول بلا رحمة ودورة حياة الذبابة دي تستغرق 10 أيام فقط وهي الفترة اللي بتستغرقها في النمو من يرقة إلى ذبابة. والذبابة دي بتعيش لمدة 60 يوم بس في خلال 60 يوم بتضع فيهم أكتر من 40 بيضة والبيضة يبتدي ان هو يفقس ويطلع ذبابة فاكهة والذباب يبتدي يتكسر والأعداد تزيد أضعاف. وزي ما حضراتكم شايفين الثمار بتبتدي تدبل وبعدين تموت وبعدين بيبتدي يعمل فتحات في كل الثمار. ولو فتحنا الثمرة من جوه بغض النظر عن النوع أي نوع ثمار سواء كان خضروات أو فاكهة هتلاقي إن هي فيها دود من الداخل دي نتيجة لذبابة الفاكهة. دي شكل البيض بعد ما فقس وطلع اليرقات هتبتدي دي تطلع على شكل ذبابة فاكهة وتبتدي طبعا الأعداد تزيد وتتضاعف. بس انا حابب اقول على ملحوظة بسيطة احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده في الفيديوهات السابقة. عشان نتخلص من ذبابة الفاكهة في طريقة معينة لرش المبيد الحشري لازم نرش قبل ما الثمار تبتدي تعاد لان الثمار لو عادت والذبابة حطت البيض بتاعها داخل الثمرة خلاص كده انتهى الموضوع وانتهى الثمار فمفيش اي مبيد هيجيب معاه مفعول لان البيض بيكون داخل الثمرة فالمبيد الحشري مش هيوصل لداخل الثمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي نبتة الطماطم زي ما انتم شايفين الورق بتاعها تحول الى اللون الاصفر وفي الاخر ان هو دبل بشكل نهائي والنبات بدا ان هو يموت طبعا ده نتيجه للاصابه الحشريه وشكله واضح جدا. وهنا كمان كانت بدايه الاصابه بالامراض الحشريه في اوراق الطماطم زي ما انتم شايفين الورق بدا ان هو يدبل طبعا ده نتيجه الحشره بتمص العصاره اللي داخل الورق وبتمنع عمليه البناء الضوئي بالنسبه للاوراق وده طبعا بيضر ضرر بالغ بالنبات. الموضوع كمان مش بيتوقف على الثمار فقط وعلى الخضروات ده كمان بالنسبه لنباتات زي ما انتم شايفين ده الورد الجوري الاوراق بتاعته بدأت تتاكل بالنتيجة لحشرة بتاكل الورق وده كمان نبات الفل. المهم يا شباب لو عندك اي مشكلة من اللي احنا قلناها او اللي احنا هنقوله يبقى لازم تستخدم المبيد اللي احنا هنعمله النهاردة. مبيد سهل للتحضير مكونات بسيطة خالص بس مفعول في منتهى السرعة ومفعول كويس جدا وكمان غير مؤذي للنبات وغير مؤذي بالنسبة للانسان. وده شكل كمان من اشكال الاصابات الحشرية زي ما انتم شايفين اللي لونه ابيض ده البياض الدقيق والبياض الزبي وكل انواع الاصابات الحشريه. لو موجود عندك يبقى انت لازم تعمل المبيد اللي احنا هنعمله النهارده بنفس الطريقه اللي احنا هنعملها ان شاء الله. انا مش هكلمك طبعا على حشره المن. حشره المن ما فيش اي حد فينا طبعا ما عندوش حشره من في اي نوع من انواع النباتات سواء كانت نباتات زينه او خضروات. زي ما انتم شايفين شكلها ظاهر اللي هي البقع اللي لونها ابيض في ظهر الورقه. اي نبات عندك لازم تتفحص خلف الورقة لان حشرة المن بتكون موجودة في خلف الورقة. المهم تعالى اكلمك على المبيد اللي احنا هنعمله النهاردة بمكونات بسيطة بس مفعول جبار بمعنى الكلمة. هنستخدم صابون الديتول زي ما حضراتكم شايفين اللي هو حجم الصغير. هناخد ربع الصابونة مش اكتر من كده طبعا دي حجمها الصغير في حجم اكبر من كده بس طبعا احنا خدنا الحجم الصغير. هناخد ربع الصابونة بس. هنبتدي ان احنا بعدين نبشرها باستخدام المبشرة بتاعة المطبخ ونسيبها في المية علشان تبتدي تدوب وبعدين نستخدمها. انا بكلمك على المبيد انا بستخدمه عن نفسي مع ان انا عندي كل انواع المبيدات بس ما بتديش اي نتيجة نهائي وكمان بتكون غالية ومرتفعة في السعر بشكل غير عادي ده بخلاف الامراض اللي بتسببها والامراض التنفسية بشكل غير عادي. المهم احنا خدنا ربع الصابونة. الصابونة كلها حجمها في حدود 80 جرام يعني ربع الصابونة في حدود 20 جرام. هنبتدي ان احنا نبشرها كويس في المية عشان تدوب بشكل اسرع. احنا بنحاول نجيب ادوات بسيطة بس تدينا مفعول قوي ومفعول ملحوظ في خلال ساعات معدودة وفي خلال دقائق كمان معدودة. الصابونة دي ان شاء الله هتدي مفعول قوي معاك وبعدين مش مضرة بالنسبة للنبات وكمان بالنسبة للإنسان وللأطفال غير مضرة نهائي وملهاش أي آثار أو ضرر. وبعد ما بشرناها كويس هنبتدي إن احنا نحط عليها أي كمية من المية يعني شوية مية قليلين في حدود ربع لتر مية ونسيبها شوية. لو احنا مستعجلين ممكن نضربها في الخلاط هتدوب بشكل أسرع. وزي ما حضراتكم شايفين أنا خدتها ضربتها في الخلاط عشان الوقت طبعا الكمية زادت علشان خاطر الصابون بدأ إن هو يطلع رغوة كتير
فاحنا كده هنبتدي ان احنا نضيف عليها ربع كوباية خل علشان نثبت المادة على النبات، علشان المادة اللي موجودة داخل الديتول تفضل اطول فترة ممكنة على اوراق النبات. وكمان الخل يعتبر كمبيد فطري، هيساعد المبيد على اساس انه يدينا مفعول اقوى ومفعول يستمر لعدة ايام على النبات. وبكده مفيش اي حشرة نهائية تقدر تقرب من ناحية النباتات نهائيا ولا من ناحية الاوراق. بعد ما سيبنا شوية الخل مع الصابون بدأ ان هو الرغاوي تختفي، هنبتدي ان احنا نعبيه في ازازة 2 لتر، يعني الكمية اللي احنا عملناها سواء كانت ربع لتر خام او الكمية اكتر او اقل هنعبيها في ازازة 2 لتر ونبتدي نزود الباقي مية. وكده اصبح عندنا اقوى مبيد حشري بتكلفة تكون بسيطة جدا، يعني الصابونة دي سعرها لا يتعدى عندنا في مصر 10 جنيه، يعني ربعها يكون في حدود 2 جنيه ونص، يعني مبلغ لا يذكر. بس المفعول بتاعها الصراحة يعني في منتهى القوة، وانا جربته اكتر من مرة وبجربه على طول. وانا عندي المبيدات الحشرية الكيميائية كل انواعها ما بستخدمهاش نهائي، بفضل ان استخدم المبيد اللي احنا عملناه النهاردة، بيديني مفعول الصراحة كويس جدا ومفعول مرضي. وخلاص كده اصبح جاهز، ابتدي ان انا اخد الكمية اللي انا عايزها وابتدي اعبي الرشاش اللي موجود معاي وابتدي ارش بيه النبات. حتى لو ما عنديش اصابة ممكن ارش بيه كمان لحماية النبات، مش هيأثر معايا على النبات ولا هيسبب له اي ضرر. وكمان لو عندي نحل مش هيأثر على النحل فيه اي شيء. الشيء المهم ان احنا لما نيجي نرش النبات لازم نرش خلف الورق، لان كل الحشرات والاصابات بتكون موجودة خلف الورقة، ده شيء مهم. وكمان لازم نرش النبات اخر النهار ما نشوش ويكون الجو شمس. ولو عندك كمان اصابة في اوراق الحمضيات اللي هي تجاعد لاوراق المبيد ده هيجيب نتيجة كويسة، بس لازم تبقى عارف ان الورق اللي تمت اصابته مش هيرجع تاني زي الاول، يعني لازم نعمل رش الأوراق الجديدة والأوراق الحديثة علشان هي اللي هيتم إصابتها. وما تنساش كمان إن عدد الرشات هيكون على حسب نوع الإصابة اللي عندك، بس لازم نرش مرة وبعدها بثلاث أيام علشان نقضي على اليرقات ونقضي على البيض اللي هيبتدي يفقس، وبعدها كمان ب7 أيام. ودي بعض النتائج أنا رشيته من أسبوع فات. ده بالنسبة لنبات الطماطم، أنا رشيته أكتر من مرة وزي ما أنتوا شايفين مفهوش أي إصابة نهائي. طبعا مختلف عن اللي إحنا شفناه في أول الفيديو، الورق بتاعه أخضر ومفهوش أي إصابة نهائي. المهم لو عجبك فيديو النهاردة ما تنساش تكتب لي تعليق وما تنساش تضغط على اللايك، واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.